تحديات وإنجازات على طول الطريق، إرادة قوية، حلم كبير بيتحقق، وأحلام جديدة بانتظار بطل التايكوندو الأولمبي سيف عيسى، صاحب ثاني ميدالية مصرية في أولمبياد طوكيو. الحمد لله رب العالمين، يا رب نكون فرحنا مصر أهم حاجة. أنا ابني مصر. وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من اللاعب سيف حسين شريف حسين عيسى. سعداء أولا باللي انتوا عملتوه، وبنشكركم عليه، وبنشكر كل من شارك فيه. انتظروني في برنامج الأبطال مع الكابتن هيثم السعيد على قناة النادي الأهلي. سيف عيسى. حلقة خاصة مع الكابتن هيثم السعيد في الأبطال الأحد الساعة 8 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.